وليس يعجزنا إدخال هذه الجريدة في كل بقعة تحوطها السلطة الإنجليزية الظالمة، وذلك بعزائم أولي العزم الذين قاموا بإنشاء العروة الوثقى. أبلغ المستر جلادستون رئيس الوزراء أن اللورد سالسبوري لو كان في كرسي الرئاسة لفعل الصواب بالنسبة لقضية العروة الوثقى، بأوامر إلى كل الجهات التي تذهب إليها بوقف دخولها إلى البلاد، مصر، السودان، الهند، كل مكان. هذه صيحة يجب أن تخمد، وإلا دفعنا ثمنها غاليا. ليس هكذا تكون الحرب يا سيد جمال الدين، تعال وتحدث إلينا، نحن أدرى بطرق الحوار، لكن صحف تهيج الرأي العام تستنفر المسلمين لحرب بريطانيا؟ لا يا سيد جمال الدين، سوف نغلق لك الجريدة. لا يفت هذا في عضدك يا شيخ محمد عبده. كلا يا أستاذ، لو لم يفعلوا هذا بنا لتوقفنا باختيارنا. لو لم يرغمونا لما توقفنا. جريدة نعدها للطبع، كل قرش ننفقه على إعدادها يخرج من دمائنا، ونبذل الكثير من أجل حصول عليه، ثم نخرجها من المطبعة ونوزعها على الناس بالمجان، ولا نستطيع أن نوصلها للناس. والله لقد كنت أطبعها ولو لم يقرأها سواي، ولكن الله غالب على أمري يا شيخ محمد عبده. أعداؤنا أقوياء، لن نسكت عن حربهم. يهيمنون على كل مكان في الأرض، إيماننا بالله يقوينا عليهم. ماذا لو صنعناهم قليلا لنصل إلى ما نريد؟ هذا هو العجز، والموت خير منه. ماذا نفعل بعد ذلك؟ العروة الوثقى كانت خطوة أولى في طريق طويل بدأناه قبلها وسنمضي فيه بعدها. نحن نعيش في عقر دارهم. نحن نعيش في ملك الله يا الشيخ محمد عبده، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. على أي حال، أنا في صحبتك وفي طريقك أسير، ولن أضيع العهد إن شاء الله. أنت أخ مخلص ورفيق صالح يا شيخ محمد عبده. يقولون إن أرنست رينان سيلقي محاضرة عن العلوم عند المسلمين. لنذهب ولنستمع، من يدري لعل هذا يهدئ مما نحن فيه. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الأستاذ رينان، تحية طيبة وبعد، فقد استفدت كثيرا من تلك المحاضرة القيمة التي ألقيتها في السوربون، وكما لاحظت فإن المحاضرة تشتمل على نقطتين أساسيتين، أولاهما أن الديانة الإسلامية كانت بما لها من نشأة خاصة تناهض العلم، والنقطة الثانية أن الأمة العربية غير صالحة بطبيعتها لعلوم ما وراء الطبيعة ولا للفلسفة. فأما عن النقطة الأولى، فإن المرء لا يتساءل بعد أن يستوعب المحاضرة عن آخرها، أصدر هذا الشر عن الديانة الإسلامية نفسها، أم كان منشأه الصورة التي انتشرت بها الديانة الإسلامية في العالم، أم أن أخلاق الشعوب التي اعتنقت الإسلام أو حملت على اعتناقه بالقوة، وعاداتها وملكاتها الطبيعية
هي جميعا مصدر ذلك. ولا ريب في أن الوقت المخصص للمسيو رينان قد حال دون جلائه هذه النقطة. ولا يفوت المسيو رينان أن رؤساء الكنيسة الكاثوليكية المبجلين لم يلقوا أسلحتهم بعد كما أعلم، وهم عاكفون على محاربة ما يسمونه بالتدليس والضلال، أعني الفلسفة والعلم. صحيح أن العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم كما أخذوا عن الفرس ما اشتهروا به، بيد أن هذه العلوم التي أخذوها بحق الفتح قد ارتقوا بها ووسعوا نطاقها ووضحوها ونسقوها تنسيقا منطقيا، وبلغوا بها مرتبة من الكمال تدل على سلامة الذوق وتنطوي على التثبت والقدرة النادرتين. وقد كان الفرنسيون والإنجليز والألمان لا يبعدون عن روما وبيزنطة بعد العرب عنهما، وكان من السهل عليهم أن يستغلوا كنوز علوم تلك المدينتين، ولكنهم لم يفعلوا. حتى جاء اليوم الذي ظهر فيه منار المدنية العربية على قمة جبال البرانس يرسل ضوءه وبهاءه على الغرب. فأحسن الأوروبيون إذ ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة العربية، ولم يكونوا يفكرون فيه وهو في ثوبه اليوناني على مقربة منهم. أوليس هذا برهانا آخر ناصعا على مزايا العرب الذهنية وحبهم الطبيعي للعلوم؟ إذا اعتبرنا ألا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها، إن العقل لا يوافق الجماهير، وإن تعاليمه لا يفقهها إلا نخبة من المتنورين، والعلم على ما به من جمال لا يرضي الإنسانية كل الرضا، وهي التي تتعطش إلى مثل أعلى وتحب التحليق في الآفاق المظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسفة والعلماء برؤيتها أو ارتيادها. برقية إلى السيد جمال الدين الأفغاني في باريس، نرجو الحضور إلى لندن للأهمية، أمر له صلة بالإسلام والمسلمين. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يأتي بها. لست أدري ماذا يريد اللورد سالسبوري من ذهابي إلى لندن. هم يريدونك في أمر لهم فيه مصلحة. هذا صحيح، لكنه أمر له صلة بالشرق وأهله. هم الذين أغلقوا الجريدة، منعوها من النزول إلى البلاد، بالألعاب والدس أغلقوا الدار. لم أشك لحظة في أنهم أعداؤنا. لماذا لا تذهب إليهم وتصانعهم بعض المصانعة، مصانعة ليس فيها مساس بالدين ولا بالوطن؟ سوف يأتي يوم تصانعهم فيه أنت يا شيخ محمد عبده، ولست أدري هل تكون مصيبا أو مخطئا آنذاك. هم يقدرونك ويعملون لك الحساب الكبير أكثر من أي إنسان في هذه الحياة. ليس لهم في كلامي غير الموت حتى يرحلوا عن بلاد الشرق. محمد أحمد المهدي السوداني هو أحد تلاميذي، جلس إلي في تلك الأيام البعيدة في القاهرة. أعرف هذا يا سيد جمال الدين. ماذا عن؟ ألم تقرأ الصحف هذا النهار؟ كلا، قد جئتك من الخان على التو. تلميذك هذا قد قام بثورة عارمة وتحرك بجيوش لا أول لها ولا آخر، يحاربنا وينتقص من سلطاننا. هذا يحدث منذ زمن، وهو أمر يبعث على السرور. ثورة عرابي في مصر وثورة المهدي في السودان من صنعك يا سيد جمال الدين.
جلس كل من عرابي والمهدي إليك في بيتك في القاهرة وفي ذلك المقهى بالعتبة وتعلم منك، وهذه هي روحك التي نفختها فيهما فكان ما كان. قد علمتهما كيف يعيشان لله وكيف يحافظان على استقلال بلدهما وسلامة أراضيها. هذا ما يوصي به الدين يا لورد سالسبوري. بالمناسبة، ماذا عن وعدك لي بالجلاء عن مصر وقد وليت رئاسة الوزارة؟ بالنسبة لمصر، أنا عند وعدي وكلمتي، وسوف نرسل بعثة برئاسة السير هنري دورمندولف لدى الباب العالي للتفاوض وتحديد موعد الجلاء عن مصر. والسودان، ألا ترفعون أيديكم عن السودان؟ السودان لمصر ومصر للسودان، وقد سمعت كلمة شريف باشا رئيس النظار المصري. ماذا قال؟ قال كلمة مشهورة: لو تركنا السودان فإن السودان لا يتركنا. وحدة وادي النيل أمر يحتمه المنطق والتاريخ ووحدة المصير. عندي حل لمشكلة السودان وثورة المهدي واستتباب الأمن في كل وادي النيل، ولكن هذا الحل لا يتم إلا بموافقتك ومباركتك. وما هو؟ بعد استشارة الخبراء والمهتمين بأمر السياسة والمسألة الشرقية بوجه عام والمسألة المصرية بوجه خاص، قد انتهيت إلى فكرة أظن أن فيها كل الحلول التي ترضي جميع الأطراف. ليتك تعرضها يا لورد سالسبوري. رجل يحترمه الناس ويحبونه ويبجلونه ويطيعونه ويسيرون خلفه وينشر الأمن والطمأنينة في ربوع السودان، وقد ينعكس ذلك على مصر وكل بلاد العرب. هذا السيد المطاع نجعله ملكا على السودان. ملكا على السودان؟ نعم، هذه صفات تنطبق على السيد محمد أحمد المهدي. من أفكر فيه ملكا على السودان هو السيد جمال الدين الأفغاني. يعرضون عليك ملك السودان؟ نعم. ورفضت؟ نعم. صعب أن أتخيل رجلا يرفض الملك في هذه الأيام. كنا نتمنى أن يأي الخديوي توفيق مسند الخديوية في مصر ليقوم بالإصلاحات التي تريد، ويوم أن يأتي الملك حتى بابنا ترفضه؟ لا أتخيل هذا يا أستاذ. إن قبلت الملك الذي يعرضونه علي لصرت ألعوبة في أيديهم يفعلون بي ما يشاءون، وما استطعت أن أخرج عن سلطانهم أو أن أفعل عكس ما يريدون يا شيخ محمد عبده. أنا وأنت كأننا وحيدان، ليس لنا من ناصر أو معين في هذا العالم الممتلئ بالذئاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.